هل ساهمت سارة الطباخ في إدمان شيرين عبد الوهاب؟ وإيه علاقة سارة بحسام حبيب؟ وليه راحوا المستشفى يخرجوا شيرين؟ وإيه سر شقة التجمع اللي كان فيها حسام وشيرين؟ تصريحات مفاجئة للمنتجة سارة الطباخ، ردت فيها على تصريحات شقيق شيرين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، واللي قال فيها إن سارة وحسام عاملين عصابة على شيرين وحاطين برنامج تجسس على موبايلها عشان يتحكموا فيها وخلوها تتنازل عن القضايا اللي كانت رفعها ضد حسام حبيب، وإن شيرين كانت بتتعاطى المخدرات مع حسام في شقة في التجمع. سارة قالت إن اسمها تزج في الموضوع ده وهي ملهاش علاقة بيه. كل الحكاية إن حسام كلمها الساعة 3 الفجر وقال لها إن شقيق شيرين اعتدى عليها بالضرب وتسبب لها في إصابة ودخلها مستشفى بالقوة وهي مختفية من يوم الخميس، وعشان كده اتحركت مع حسام على المستشفى عشان نحاول نطمن على شيرين، ولما سألنا عليها قالولنا مفيش حد بالاسم ده هنا. سارة قالت كمان إن علاقتها بشيرين كويسة جدا من زمان، وآخر تواصل بينهم كان يوم عيد ميلادها لما بعتت لها رسالة، لكن ما شافتش شيرين من بعدها. وإن سبب تواصل حسام حبيب معاها هو إن حسام عارف إني عارفة ياسر قنطوش محامي شيرين، وياسر قنطوش كلم مصطفى كامل وأكد له إن شيرين في مشكلة، ورحت لها المستشفى بسرعة عشان إحنا كنا عيش وملح مع بعض. رحنا المستشفى بس اتصدمنا لما قالوا مفيش حد بالاسم ده هنا. سارة كمان قالت إنها قلقت لما عرفت اللي حصل لشيرين، وقالت إن القصة اللي سمعتها إن أخوها ضربها وما كانش معايا رقم، وهو لو كان شايف إنه بيعمل حاجة صح لشيرين كان كلمني. أنا اتصلت بمدبرة شؤون منزل شيرين وقالت لي إنها مسافرة، ودي حاجة خلتني أشك أكتر، وكان كل همي إن شيرين تكون تمام وإني أشوفها. طبعاً تصريحات سارة الطباخ بتنفي تماماً كل اللي قاله شقيق شيرين محمد عبد الوهاب ووالدتها، واللي أكدوا إن شيرين في أزمة حقيقية من أول ما عرفت حسام حبيب، لدرجة إن شيرين طردت والدتها عشان ترجع لحسام، وإنها كمان كان عندها استعداد تطرد أولادها، بس المهم عندها حسام. لسه أزمة شيرين مكملة، محدش يعرف هي فين ولا حالتها إيه ولا السبب الحقيقي اللي دخلها المستشفى. هل اتضربت ولا بتتعالج من الإدمان؟ هل بتقابل حسام حبيب فعلا في التجمع وبتتعاطى معاه المخدرات، ولا كل ده من ضرب الخيال؟ وهل فعلا سارة الطباخ لها دور في أزمة شيرين؟ كل ده أكيد هنعرفه الساعات اللي جاية. والتحيل